تخلي العراس واحد الشاب اللي بعيد بزاف على هاد الدومين هذا نتاع لونتيكس ونتاع الصناعات اليدويه. قريت الكتروتكنيك الكتروميكانيك دي سيستم اوتوماتيزي وعندي باك الكتريسيتي وليسونس بروف الكتروتكنيك والانرجي رينوفلابل. صافي دير بعيد بزاف على هاد الشيء. كيفاش وليت لهاد الشيء؟ كيفاش زعما الحاجه اللي جبدتني لهاد الدومين هذا هو انني مور ما ديت الدبلومات وخدمت ومننا لقيت باللي الروندومون شحال ما عطيت في ديك الحاجه كتبقى في ليارتي راك كتعطيهم ليهم. دونك فكرت ندير شي حاجه ديالي فهمت. فاش فكرت ندير شي حاجه ديالي مشيت للحاجه اللي قريبه لي كانت عندي كاباسيون فاش كنت في الصغر. كان يعجبني شي حاجه نجمع الحجر. بدات هكا بدات بواحد الاكواريوم نتاع الحوت. كان عندي الحوت هذوك الحوت الاحمر شحال هذه لا تعقلوا عليه. وكنت كنجيب هكا الحجر بارت ومن الواد برا من الزنقه كتغسلو وكترميه تما كيبقى يبان في شكل. وبقيت كانت انتريسا شويه بشويه شويه بشويه للحجر حتى دخلت لقيت راسي في هذا الدومين. لقيت راسي كنصاوب هكا اعمال يدويه كنصاوب الحليل المجوهرات نخدم بالنقره. المهم الدومين بقات حاجه كتديك الحاجه. دابا كنخدمو بالخشب نخدمو بالنقره نخدمو بالنحاس نخدمو بالحجر بالقبس. المهم اي حاجه تطيح لك في راسك نقدر ريسيكليوها نردوها شي حاجه في شكل. قبل الكونفينمون كان عندنا واحد الريزو نتاع لي زافريكان يعني اون بيرسون كتجي كتقول له جيب لي هذه جيب لي هذه كيجيبها لك وكتعاود فيها البيع سواء مسقوله سواء خام. كاين الحوايج اللي كتلقاهم في الطبيعه كاينين فهمت كتجيبهم وتعاود تخدمهم نتايا بشي طريقه تولي تعاود فيهم البيع يعني من الطبيعه. والاغلبيه نتاع الحوايج كتجي من برا. الاغلبيه يعني الساحقه نتاع الحجر الزوين كيجي من برا ما عندناش هنايا. الحجره خام دابا الحجره خام كتجي رخيصه كيما بغات تكون الحجره في الخام فاش كتشوفها مسقوله وفاش كتكون خام كيكون واحد الفرق كبير داخله فيه التقطيعه يعني التقطيعه نتاع الحجره والبوليساج يعني ديك الرطوبيه والبريونز. الثمن كيتراوح يعني على حسب كل نوع. الانواع الغاليه راه كتبقى غاليه بحال الياقوتيات. الياقوتيات كامله يعني الصفر والاحمر والزرق ثلاثه كاينين ياقوت. الاحمر كيتسمى روبي الصفر كيتسمى سيترين والزرق كيتسمى صفاير السفير ولا الزافير بالعربيه. هنايا هاد الثلاثه هادو بالضبط دابا المكان نتاع الاستخراج كيبدل الثمن. زائد قلت لك العامل نتاع الكولور والصفاوه والتقطيعه. التقطيعه اي حاجه كيما بغات تكون يعني فرق كبير ما بين الحاجه طبيعيه ومقطعه. مقطعه الثمن يقدر يضرب حتى في 10. كاين واحد التقطيعه تسمى التقطيعه ديامو كتجي يعني اي حجره كتقطعها بحال الديامو كتجي فيها واحد البريونس في شكل. هذيك هي التقطيعه الغاليه كامله. والحجر هنا هذوك التقطع يعني داك الحجر الغالي ما كيتقطعش في المغرب فهمتني. ما عندناش لي مويان باش نقطعوا في المغرب كتقطع برا يعني خصك تصيفط الحجره ولا شي بلان. الاثمنه ما كاينش زعما شي اثمنه غاليه. مثلا الفيروز الاغلبيه كيتباع بالغرام يعني 120 درهم للغرام النوع الزوين فيه ما بين 120 درهم وطلع. العقيقي اليماني حتى هو داير هاك ما بين 50 درهم وكتبقى طالع في الثمن. هذه هي لا تقريبا لا مارج نتاع الاثمنه. اغلى ثمن واقل ثمن. اقل ثمن عندي عقيق يماني عادي يعني كاين في الابيض. الكولورات اللي ما كيسواوش بزاف هما اللي كاينه بزاف فهمت يعني الندره هو اللي كيحدد الثمن. كاين في الابيض العقيق البيض يقدر يتقام على بنادم هكا في خاتم نقره يعني فيني كامل يتقام عليه ما بين 300 درهم كاع الماكس والمينيموم 25000 بحال غادي تشري خاتم عادي ولكن بحجره دوريجه. الغالي كاين السليماني غالي يقدر خاتم واحد يتقام عليه ما بين 2800 درهم حتى وطلع 4000 درهم 5000 درهم. يماني سليماني كيتسمى كيكون فيه مثلا ثلاثه نتاع اللوان ولا جوج فهمت كيكون عطي واحد الشكل في شكل سواء سبيرال سواء غادي داخل فيها سواء فهمت يعني حتى الشكل الجماليه كتعطي القيمه. نقدر نقول باللي خالي العراس هو اول واحد دار هذا المشروع هذا نتاع الاحجار الكريمه وشبه كريمه. الاثريات نقدر نقول لك عندي كاينين بزاف الحوايج ماشي بزاف بصح جوج اغلى حوايج كاينه. كاين هذاك الطبصيل هذا الطبصيل هذا شي حاجه في شكل بزاف مهم. الديتايل اللي فيه هو انه مخدوم هذا مخدوم باليد 100% باين
والديتاي اللي فيه ما يمكنش هاد البريسيزيون يعني هاد الدقه كامله اللي كاينه في هاد ما يمكنش. هو الاصل ديالو جاي تقريبا الطبيعه ديالو يونانيه في الاصل يونانيه ولا رومانيه كاينين جوج نتاع الاحتمالات باش مخدوم ما عرفتش لا ماتير ديالو باش مخدوم الله اعلم بصح ديجا تفالوريزا يعني فالوريزاوه الناس عطاو واحد الثمن خصها انت خصك تشوفو هذا ما يمكنش المهم خصك تشوفو وتقيسو وتخدم به في يدك وتشوف الانرجي اللي تخدمت به وكيحكي شي استوار شي تاريخ شوف غير ديك الضبابه اللور شوف الديتاي نتاع اللور ما يمكنش ما يمكنش المهم ما يمكنش كيهضر على راسه. ثاني حاجه غاليه زعما عندها قيمه هي هاد البياسه هادي نتاع النقره كتسمى الخلاله ولا هادي فضه ماشي نقره فضه وقديمه فيها واحد لابياس قديمه 1311 كما كتشوف 1311 الاغلبيه نتاع الخلالات اللي كيدوروا كيدوروا ما بين 1321 ل 1324 كاع اللي كيدوروا هنايا كاملين وباقيين كيدوروا يعني بهاد لادات بصح هاد لادات بالضبط هادي نتاع 1311 عمري شفت هاد الدور وما كايناش تقريبا. الاقبال بالنسبه للاقبال الاقبال شويه ناقص زعما جدا بالمقارنه مع بلايص واحد اخرى في المغرب ولا برا ولا قليله. هي الثقافه نتاع بنادم ما منفتحاش بزاف هنايا على هاد الحوايج وهاد هاد الميول نتاع لونتيك نتاع التاريخ نتاع الاثار نتاع ما عندناش بزاف يعني حتى الجينيراسيون الجديده ما كتشوفها ماشي انتريسي بزاف لهاد الصوالح. الاحجار الكريمه والتراث شي حاجه اللي خص تكون عندك اصلا ثقافه باش تقدر تخدش فيها ولا تفهمها ولا تعطيها وقتها. الاقبال الاغلبيه يعني فين كنشوفوا الاقبال بزاف هي التجاره ديالي مع برا فهمت يعني نقدر نعطيك اربعه نتاع البلايص عندك اليو اس اي الاسترالي فرنسا سبنيول والالمان كندا شويه دابا في هاد الوقت بدات حتى هي تنفتح للعالم هادو معاهم تجاره مزيانه في الانترناسيونال. حب مستقبلي هي بغيت ما كرهتش ندير بوهو في كل مدينه في المغرب الكونسيبت ديالها اللي هو فهمت كنبغيو شنو هو الكونسيبت في الاصل بعدا نتاع البوهو ما هضرناش عليه هو ان اي ارتست كيحس براسو كيبدع وكيعطي واحد الانرجي في شي حاجه زوينه من حقه يجي فهمت بحال كيكون بحال متحف صغير حقه يجي بريزونتي الصوالح ديالو فهمت يبيعهم يديرهم باش نتعاونوا يعني بحال كنديروا واحد العجله يعني واحد يقدر يدفع واحد وواحد يعطي اليد لواحد في مختلف الاخ كيما بغى يكون فهمتني الرسم النقش على الخشب اي حاجه طيح لك في راسك كيما بغات تكون ارتست وكدير شي حاجه نقدو لقينا فين نديرو ديك الدفعه نعطيوها لك هذا هو الاصل. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.